حاف وتفكرت ايام سقري وعنادي نحسب روحي كي نعول نطلع كاف ما نذرح لا من علا لا من وادي نشكي نجبة في العلا نقصد جواف تنطحني ذيك المراسم وهادي ما حسيت بيوم ياتيني مجناف ويركعني بقدر فوق وسادي بنادم طبيعته دايم هياف يتخيل لو راه في الدنيا بادي الحق ليه الكبر راه السقر جفاف وسلاح وصدر وبارود نادي مفهوم السلاح عقل العبد خفاف بارود وهي صحة مقصادي أبيض الراس وجا شيب مع العطاف ويتبه من كاقة البجادي الوذن اللي كانت تحس الترهاف راه ثقلي راه ثقلي صوتها عن منادي والحاجب من فوق عيني دار حقاف زقبو طبش كيس مرق عادي والعين اللي كاسحة عاد التضعاف مظلة اللي يشوفها على الأبعادي والنيف اللي كان ما يقبلش إزعاف عاد مطاوع حكم لمو لولادي والفم اللي كان معدول التصفاف راه تقلع ما بقى نبتو عادي ولسان اللي كان على الواجب وقاف عادي يخرف بالكلام المتعادي والقلب اللي كان فارس في التوصاف عادي شبه في القزالة للشادي واليد اللي كانت تتهز القراف ملكتها لعدا وضعت لجهادي والركبة ولا تكعيني مخطاف تطرطق قليا على مصهد قادي تقوس ظهري تكاكا للتزراف ولا راكع بالحناية تنكادي والصيقال القاوية رقت الأطراف والجلدي بسع العظم ولا رادي والخطوة اللي سارعة عاد التقصاف والخطوة اللي سارعة عاد التقصاف يتمايح مقبون في المشية هادي القصن اللي كان بوراق والأفراف والحبسة الصيف يلبس ورادي زرع يسبل طاب واجد للسياف والوقت المعلوم قرب لحصادي صيادي رهبالي لي من داف وين ساعة يجي شوار وقوادي ما عنديش طريق عنه للتصراف ذي المقسم للساكنة والبوادي ما يمنع منه القعد والطواف واللي طاير بالجناح ومرادي واللي ساكن في القوامق ما يشاف يبعث له الأملاك رب العبادي لازم عنا فرضها لمن يتعاف كل آخر بساعته ليها قادي من يوم اللي زاد محسوب التوقاف ما تنقص ما تزيد أيام إعدادي ما ينفع لا مال ولا نسب أشراف كي تلحق للحلق وينه يسنادي هل وجدت عويني هذا الخواف والله رحت فقير ما عندك زادي نازادي من عد قوي العصاف رحمتي الكريم عنها معمادي يمحي لي ذنبي اللي ثاقل يخفاف كي ندخل بالقبر يا طاب وسادي نعقب عالصراط طاير لزحاف القصور الجنان هي مقصادي حوض الكوثر مدخل روحي تنضاف ويشفع فيها الحبيب الهادي عبد الله هذه اللي بها عراف يكتب في لوزان للسع مبتدي والسلاء والصلاة على أحمد بهي الأوصاف صلاته صلوا عنه بنت خط الميدادي الشهر الرابع فيه خططنا الأحراف 17 و2000 كمة